السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، معكم أخوكم غاني. اليوم إن شاء الله راح نحكي لكم على تلقام ولا باه توصل بها أمام لاكوبلومون. واش هو خاوتنا؟ أنايا من عاتي ديجا خاطيني ما نحكيش على الحوايج تاع الشون. نبغي الحسون كما يقولك بالغناء تاعو، نعرف لي نوت تاعو شويه وش هو، ماشني ما نحوش كما يقول لك ندخل فيه بزاف الحوايج. دما بغيت نحكي لكم خاوتنا على الشون، على التلقام تاع الفرخ. كل واحد والطريقه تاعو خاوتنا. هنا بالنسبه ليا نحكي على الطريقه تاعي، ونحطكم بحدا لي ليغون ونحكي معاكم خاوتنا. بار اكزومبل هذا لي ليغون، هذا مازال جان، هدايا خلق في الدار هدايا، وما فيهش الحمد لله ما فيهش جيط. سمعتو ديجا الضربه الاولى بعد ما كان جيط. هدايا البارفا هاك تشوفوا فيها هو حاجه دي مش مليحه. سمحوا لي دقيقه نحيلو حاجه، جامي الماكله تخليها له في نص الكاج مع البوراز ومنا بوه. نبداو بسم الله خاوتنا. خاوتنا تلقام مع اخوكم غاني كيما خدمت بها، كل واحد بالطريقة تاعو. وانا الطريقة تاعي، انا الطريقة تاعي خوتنا، تدخل الانترنت تكتب شون خلوي، شغل تاع واحد في كاجا. تسمى ما قدرش دركم نقول لكم هذا ولا هذا. بالنسبة لي انا كل واحد والذوق تاعو في الغناء. بار اكزومبل خوتنا به تلقم العصفور تاعك. انا بالنسبة لي ندخل لهادي نقولو هاك تسمعوا خوتنا، لازم تنقصلها تنقصلها. شوف كيما هاك ضربات خفاف هاك بشويه خوتنا، تخليها له. وهذه مش كل يوم هاك تشوفوا خوتنا كيف ماش. هاديه انا نديرها كيف ماش نديرها، نكون عندي الوقت. يكون عندي الوقت خوتنا واش ندير؟ ندير الغناء هذا اللي نعاد لكم بشويه تاع الخلوي شاردون في نص كاجا. انا بالسيدي جامي درت، والله اعلم جامي سييتها بعد. ثم ما ندخلش في الحوايج هذم واش هو، جامي سييتها. سييت بالغناء ديريكتومون في الانترنت، فرخ يغني ديريكتومون. ندير له الغناء كيما قلت لكم خاوتنا بشويه، ها بشويه يغني. وهذا باين باللي خلوي العصفور، باين من لاطاي تاعو، من القمقوم تاعو، من راسو باين باللي خلوي. نقولو قارح نحط الغناء على الطريقه هذه نص ساعه ساعه. الحسون خوتنا واش يعود يدير؟ يعود يغني، يهز نوطات من الغناء. الغناء هدايا وانا سييتها، وكل واحد والخبره تاعو خوتنا. كيما قلت لكم انا مسييها. وشوف الحسون كيعود يغني، نتايا تبروفوكيه بالغناء هذا ويهز، بعد هو يعود يغني. واش تعود دير انت؟ الحسون جواه هي وقتاش نديروها خوتنا، هي من الاحسن من الاحسن انا كي نكون قاعد وسييتها في وقت لاسيست. الحسون كيعود كلا شرب، بغا شغلي دار عدل الريش تاعو منا ويريح في الباطون، تلقاه في الباطون مريح ويبدا. انت دير له الغناء هدايا هو يعود يغني. كيعود الحسون تاعك يعود يغني مليح، يعود يغني وباغي تفهم الحسون تاعك مليح، واش دير؟ نبدا نطلع له شويه في الفوليوم. الحسون واش يدير؟ هذا نطلع له الفوليوم تاع الغناء تاعو. هو واش يدير؟ يعود يحوس، يدي باسي الغناء هدايا. راك تشوفوا خوتنا كيفاش نعرف اللي قالين يفهموا فيا ولا لا. ندير له الغناء هدايا، كي نلقى الحسون تاعي بيان شغل كيما قلت لكم خاو، مش ديرها له بعد بالليل او ضحاها. راك تعرفوا خوتنا شغل شي با شهرين ثلاثه بعد تبدا تاكسيليري له في الفوليوم شويه، مش دير له باف تاع هاك تعرفوا بورتابل برك خوتنا. الحسون يعود يفتح بالحوحة تاعو القرزي تاعو، هذا يبدا يفتح وسي. كي يبدا يفتح القرزي تاعو خاوتنا وتشوف الحسون تاعك عادي يغني ما شاء الله، واش دير انت؟ تبدا تبدل. واش تبدل؟ واش دير الحسون تاعك؟ قلنا احفظ
هز لغنا هدايا واكسيليريتيلو شويه في الفوليوم شغل الكرزي تاعو تطلق. واش تبداو ديروا خاوتنا كي يدخل فيفري، فوالا فيفري، فيفري ديجا جونفي تقدر تبروفوكيه، تبدا دير له لغنه تاع لاكوبلومون تاع شاردون هايش، ولا فريخ بزاف يغنيو. الحسون واش يدير خاوتنا؟ الحسون يجن جنونه كيما يقولوا، يعود يغني وشو كيما ديكلونش هذيك تاعو كاجا كاش تاعو هذيك، ويعود حسون ما شاء الله. وهذه هي خاوتنا طريقة اخوكم غالي، سامبل ماهيش حاجة كومبليكي. كيما قلت لكم انا بالنسبة ليا اخي دير حسون تاع خلوي، ما نقولكش لاشين تاع فلان وفلان، الذوق اللي عجبك تاع الغناء اللي تشوف فيه انت مناسب ليك دير الغناء. ناقص دو كيما نقولوا حسون ديره له ابارتيغ دو 14 نقولوا ساعتين ولا ساعتين وحده ساعتين، هو الحسون تاعك يتعلم الغناء هذاك. والله يهز خاوتنا نوطي تاعنا. انا واش درت؟ عييت هذه اللي تشوفوا فيها خاوتنا، هذه درتها للحسون وعدت زدت في الفوليوم، لقيت الغناء يضرب ضربات كيفو فوتوكوبي كيما يقول لك كوبي صح. سييتها خاوتنا مش قاعد من بعد انت الحسون تاعك كيما قلت لك اخي العزيز كي يتعلم لك الغناء لا باغي تكوبليه ولا تقلبو يهيش كاجا كاج، ابدا دير له الغناء تاع شاردون كوبليغ في جونفي فيفري. كي دير له الغناء هدايا، علاش الناس وسي يخدموا بالميلي؟ الميلي ديما هايش، الميلي صمبيتي، الميلي بروفوكي الفراخ. كاين الناس يخدموا باللي ميلي، علاش حنا في وقت لاكوبلومون كي تعود راح تكوبلي شاردون تحط له بحداه دي فوا كناري اون فاس مع باغ اكزومبل نتاك ها ندير لهنايا ندير لهنا كوبل شاردون وفما لا كناري. في وقت لاكوبلومون كاينين الناس كيكون ما يعرفش الحسون تاعو مليح، ما يعرفوش لا كان يبيكي كيما يقولوا بيكي ولا يطلع يكوبلي، يدير له كناري في الجهه هذه ويدير له الكرياج. الكناري كيعود يغني الكشاردون يروح يصوت يجي راكد. هذه الطريقه خاوتنا، وان شاء الله تكون خفيفه والانسان يركز وما يكونش مبريسي، وان شاء الله هذه الطريقه مجربه خاوتنا. هاو تشوفوا في المرحله تاعو، هاو مسطش وخرج بيكا ديجا كيما نقولوا، بدا يفرش لاروس تاعو هدية. هاي بدات تروزي. وخوتنا بزيد نحكي لكم على حاجه اخرى قبل ما نكوبي، كل واحد والطريقه تاعو. وشن هو؟ انا الطريقه تاعي مجرب، لا باغي يعود عندك ماسك غوش كيما تاع طبيعه. هاي خويا، ها بيسوني الحشاوش تاع برا الحش. علاش كاينين الناس واش يجيبوا النينو كاينين الناس يجيبوه من الحريه حمر يحطه في الدار، يحطه في الدار يبقى يتنحلوا الحموريه تاعو. كاينين فراخ في الحريه ياكلوا دي بلونط ولا دي كيما نقولوا ياكلوا تيمار ولا ياكلوا زريعه كيما هك، تكولوا غيلهم تعاونهم شغل هديه في الدم، نقولوا في الدم ولا في الدم شغل الماكله هديه تروح لهم بعد للدم، وبعد على هذه يخرج الروش تاعو مليح. علاه؟ كاينين وحيد تلقى عنده شاردون الوحده تاعو صفرا. اخواني انا الطريقه مجربه وكل واحد والطريقه تاعو. وشن هو؟ انا بالنسبه ليا هاك تشوفوا، شوف حمراء، مش قاعد نهضر برك، شوف حمراء هاك تشوفوا هدايا، هاو مازال ما حمرش خاوتنا، هاو قاعد نحكي لكم عليها كي حمر ان شاء الله تشوفوا الحموره بلي ما قاعدش نهضر. هبا هاني نجيب له ساعه الحشاوش تاع برا، هاك تشوفوا ديما خمم فيها ما ها بيسونلي، خليها تشرب الماء تاعي. ها شربت الماء ولات بيان خلاص، نمدها له، ها مديتها له اليوم، هاك تشوفوا فيها تا الماء عجبتو ما حبش خلاص يبعد. ها فوالا اخواني، انا غيت برك نقول لكم الطريقه تاعي وشن هو. هذه تربيه العصافير خاوتنا، نقدروا نختلفوا في حوايج ونتقاربوا في حوايج، مش واحد انسان جرب الحاجه هذه وانت جربتي طريقه خلاف
تقول لا غلط ولا انا يا اعوذ بالله من كلمة انا مجرب اخوتنا. وهاك تشوف الحمورية، شوف شوف شوف، مش قل لك العبد قاعد يحكي والفرخ تاعو الواحد، شوف شوف الله يبارك كيما حمرة حمرة. علاش ها نمدلهم هادي بيسوني الحشاوي واش تفاصون تاع برا لا فيرجي غادي. هادي الماسك خاوتنا تعاون، وكاينه وسي واحد خلاف واش هو مهم الحشاوي تاع برا بالنسبه ليا. وان شاء الله نكون لم اخطئ كما يقولوا. واش راح نقول لكم اخر الكلام، او نهار راح لهم تيت بلون رم شو شو رم حزنانين كما يقول. اخر الكلام خاوتنا في فيديو خلاف ان شاء الله، وان شاء الله نكون قد وفقنا واستفدناكم بهذا الموضوع. وان شاء الله يعجب الجميع، سواء لي زونسيان المربيين وسواء جدد، ونتقبل اي كريتيك كما يقولون. في فيديو خلاف ان شاء الله خاوتنا، خاونا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.